أي دور للشباب اليوم في الجزائر في العملية السياسية بشكل عام؟ دور الشباب في العملية السياسية وفي التغيير هو دور أساسي، وأمل الجزائريين في التغيير هو يقع على فئة الشباب. لكن أريد أن أعقب على سؤالك فيما يخص في ظل هذه الفوضى التي نشرها، هي فوضى مفتعلة، هي فوضى المراد منها تثبيط عملية التغيير وضرب كل حراك ينشد التغيير في المنطقة. وخير دليل ما نشهده بعد الثورة في تونس، لم نكن نسمع بعمليات إرهابية وبأعمال تخرج عن منطق سلمي، منطقها السلمي بمعنى الكلمة. هذا لا لشيء إلا للترحم على النظام السابق ولضرب التغيير بطريقة أخرى. طيب طاهر، يعني ماذا فعل الشباب حتى يقاوم هذا يعني الحراك المضاد إن صحت العبارة؟ الشباب لا يوجد لديه حل، إلا ليس لديه شيء يقاوم به إلا أفكاره السلمية ومبادئه النضالية في الحرب اللاعنفية ضد هذه الإدارة اللا شرعية، سواء كانت عندنا في الجزائر أو في منطقة أخرى. الشباب، وعلى سبيل المثال شباب الجزائري في الجزائر، نحن ننتهج أسلوب النضال السلمي، النضال اللاعنفي، ونتلقى عدة صعوبات من هذه التداعيات، من الفوضى المفتعلة واتهامات لا أساس لها من الصحة لضرب الحراك الذي ينشد التغيير في المنطقة. نحن ليست لدينا وسائل، وسلاحنا الوحيد للوصول للتغيير الجذري للمنظومة القائمة هو النضال السلمي. لا يوجد لدينا سلاح من غير النضال السلمي. النضال